السلام عليكم، أنا مواطن رمضان حاجي محمد، مواليد 73، طبعا عمري 43 سنة، نزحت من الموصل، الآن ساكن أنا مخيم بحركة. عندي هذه الورشة الصغيرة وعندي هوايات كثيرة يعني، والحمد لله حققت أمنياتي، أنا أصنع سيارة. والسيارة اللي شفتوها صناعتها انصنعت بهاي الورشة. طبعا أنا مو بس أسوي سيارات وأخترع شغلات كثيرة يعني، إضافة كل شيء انطلقت. أبسط شيء هاي السيارة البسيطة اللي سويتها، الواحد شخص وصاني عليها وهو ذوي احتياجات الخاصة ما يقدر يمشي على رجله، سويت له البنزين باليد وسويت له البريك هم باليد، إمكانيات بسيطة طبعا لأن هو كونه نازح وأنا هم نازح، قدرت هذه الظروف فسويت له شغلة بسيطة، ولكن هسه قدر أن يتنقل إلى بحركة وإلى السوق ويرجع مو مثل قبل، فبهاي الشغلة البسيطة راح يقدر يتنقل بيها. طبعا أمنيتي بالعيد اولا أمنية ان ارجع الى منطقتي وارجع الى محافظتي الى وطني الاصلي، والموصل هي امي، هي الام